يحضر لأناجم يدخل لمنطقة الجزاء وتدخل في نهاية المطاف من طرف الأب لانك يفعل ماذا سيفعل أناجم 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 يعليها أناجم ولكن بعيدة تماما عن مرمى إلى ضربة مرمى لفائدة نادي ماميلودي سانداونز. هكذا جرت العادة فردي الذي يستقبل بالمجمع الرياضي أمام أنصاره على فكرة وأول ردة فعل لفوزي البنزرتي يعرف بأنه الضغط رهيب جدا على اللاعب أنس الأصباحي. هنا الكرة عرضية جول وضعية تسلل وضعية تسلل نعم لحسن حظك يا محمد النهيري كنت في وضعية التسلل أقول لحسن حظك لأنه لو لم تكن متسللا وتضيع هذه الفرصة يكثر حولك الكلام وسيكون هناك جدل كبير بخصوص هنا هذه الوضعية المثالية لوضع الكرة في المرمى ولكن لحسن حظك يا النهيري كنت في وضعية التسلل. هذه اللقطة وطلب الكرة ممتاز جدا بابا توندي لما يخرج كثيرا من منطقة أرنسي واسماعيل الحداد يمشي اسماعيل خطأ يا اسماعيل كان ممكن تفادي هذا الاحتكاك يا اسماعيل الحداد. لماذا؟ لان ممكن الحكم يوجه لك الانذار. الرنسي كرام بسبب إصابة أونيونغو والاصطدام بينه وبين اسماعيل الحداد. الفريق اللي يمثل الكرة المغربية باستمرار في السنوات الماضية اسطيف. هنا كرة تصل لفائدة فريق ماميلودي سانداونز والحكم هنا يشير إلى وجود خطأ. ما يميز لاعبي ماميلودي سانداونز هي ويبدأ في التحرك من أجل النهيري بجانب إسماعيل. إسماعيل الحداد يرفعها والضربة الراس كرة. وليد الكارتي بالأرقام هو أكثر راحة قدم مستويات طيبة وأداء دير الفني والمدرب مدينة طنجة تحديدا أمام منتخب الأرجنتين. إسماعيل الحداد يقدم هذه الكرة لكن بعثت رفع الكرة في اتجاه محمد النهيري. وليد الكارتي يمرر الكرة على مشارفي منطقة الجزاء. يلا الحداد يلا لا تحتاج إلى هذا الكلام لا تحتاج إلى هذه المنادات لأن محمد النهيري نعم يلعب دور مهاجم في كثير من المناسبات ولاحظوا منذ بداية المباراة فمحمد النهيري متواجد داخل مرتق والترتيب المؤقت على الصورة. ماميلودي والوداد حسابيا حاضران في الدوري الربع النهائي. حذاري في هذه الوضعية مشاهدينا حذاري حذاري من اللي أجهت لكن اليوم تختلف الصورة لأن ماميلودي جاء من أجل التعادل. السانداونز يلعب من أجل النقطة لأن النقطة هي الكفيلة بالبقاء. يبحثون عن الحلول الممرات غير موجودة. وينك يا الحداد؟ هنا كرة بينية ولكن تطول بعد ذلك إلى حارس المرمى أونيونغ لأنه ربما هذا هو التفسير ربما وصلت الأخبار من نيجيريا وأكيد هذا طبيعي المدرب يستفسر عن نتيجة موقعة إينوغو وأنا على يقين بأن فوز البنزرتي وصلته نتيجة لوبي ستارز مع أسيك ميموزا بتقدم لوبي مقابل لا شيء وأتمنى أنه اللاعبين نعم هنا من المدرب مونسيماني نعم تغيير أول تادي لاعب الأرجنتيني هو الذي يستعد للدخول. طبعا لاحظوا منذ فترة فماميلودي سانداونز أصبح ينتدب لاعبين من البرازيل مئات السابقة بين سانداونز والوداد الرياضي. تصل كرة لمحمد النهيري في الجهة اليسرى. النهيري سدد الدون. أنت الدون الجديد للوداد محمد النهيري. عن أي هدف نتحدث؟ هدف من الطراز العالي، هدف عالمي، هدف سينمائي، هدف نعم يتغنى به في هذه اللحظات جمهور الوداد. ودادي ودادي لك حبي وفؤادي. النهيري فعل في الذهاب يعاود الكرة في الإياب. شوف اللقطة أحلى كرة أحلى هدف كرة بهذا الشكل. ودادي
لك حبي وفؤادي الناري فعل في الذهاب يعاود الكرة في الإياب. شوف اللقطة، أحلى كرة، أحلى هدف، كرة بهذا الشكل تأتي من لاعب كبير اسمه محمد.